أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية، تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية، تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. فهل أينعت يدنا مرة وأهدت له لمسة حان.